سلمى، اليوم موضوع كتير مهم بفقرتنا النفسية لليوم والطبية. كتير بنشوف تقلبات المزاج عند كتير منا، وكتير من الناس يمكن بتوصل لمرحلة كتير حادة، والمشكلة الأكبر ما بينتهوا لتقلبات مزاجهم، يعني بيعتبروا الموضوع عادي. نحن كيف فينا نتعامل معهم؟ كيف فينا نقول تقلبات المزاج هي اللي أصبحت حادة جدا ممكن نعتبرها مشكلة اليوم؟ أكيد نور، ويمكن مثل ما قلتي الإنسان بالعموم بيتقلب مزاجه باليوم نفسه، أوقات بالشهر نفسه بتتقلب بتختلف، ولكن لما بيصير في عنا تقلب من شعور الشغف مثل ما بيقولوا للاكتئاب، للحزن، للتفكير بطريقة عدوانية أحيانا تجاه نفسنا وتجاه الآخرين، كتير هي المشاعر تقلبها بشكل عام عرفت بما يعرف بأنه ممكن توصل بعلم النفس والطب النفسي إلى ما يسمى بالوسواس أو حتى بالاكتئاب ثنائي القطب. طبعا هي المعلومات رح نتعرف عليها بالشكل الصحيح ونعرف إذا حكينا مزبوط أو لا، كيفية العلاج مع ضيفنا الاختصاصي بالاستوديو الدكتور أحمد تاجي. يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا فيك. يا هلا، يسعد صباحك دكتور. موضوع كتير مهم، ويمكن ما في حدا ما عنده بالمحيط حدا عنده هي الحالة أو قريب منا نوعا ما بسبب الظروف يمكن صعبة اللي عم نعيشها. خلينا بالبداية نعرف الهوس الاكتئابي أو فينا نقوله ثنائية القطب. هلا أهم شيء إنكم نقصتوا كل المشاهدين. لا لا، نحن عم نعاني من ضغط نفسي من اللي حوالينا. هلا نحن عم نحكي الحقيقة، لا بس لازم نفرق شوي بين الحالات المرضية والحالات الطبيعية. يعني تقلبات المزاج اللي عم تحكوا عليها هي حالات طبيعية، تمام. أكيد ما لها بحاجة لأي شيء، بحاجة لمعالج، بجوز تفضفضي فيه شوي حكي أو كذا، أو من خلال برنامج فضفضة هلا اللي موجود مشهور كتير بسوريا، على التليفون فيهم يدقوا ويسجلوا ويحكوا. هذا غير موضوع نهائي الحقيقة، ولكن تقلبات المزاج المرضية هي حالة مرضية كاملة. هي تقلب مزاج ما بين حالتين، حالة بنسميها هوس، طبعا غير الهوس اللي بنحكي عليه بالعامية. صحيح. الهوس هو ارتفاع المزاج اللا عقلاني اللي الشخص فيه بيتعرض لكثير من الأعراض، منها مثلا توهم العظمة أو أفكار عظمة. يعني بيجيك الشخص مثلا عنده ما بيقبل، بيقول لك أنا مثلا ممكن يفوت لعند وزير يقول له ليش قاعد على مقعدي، هذا مقعدي. ممكن يروح على القصر الجمهوري يقول لهم أنا قرايب الرئيس بدي فوت بيقابله. يعني بيوصل لدرجة من العظمة قد تكون أقل شوي، ولكن ما بيقبل أي شيء، هو أهم واحد بالمحيط حواليه. من الأعراض المهمة عند هذا الشخص أنه بصير عنده سرسرة كلامية، بس مو السرسرة الكلامية المعتادة اللي بنشوفها عند زوجاتنا أو كذا، لا هو عند زوجاتنا فقط، لا الرجال أكثر صايرين هو السرسرة الكلامية الحقيقة بتتميز أنه ما بتقدري تقاطعي، يعني صعب أنك تقاطعي لهالشخص وهو بيحكي. بتحسي أفكاره عم تتطاير تماما، كأنك سباق خيل، يعني عم بيطلع من فكرة لسه ما بيخلصها بينتقل على فكرة تانية، أفكار 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 ورا بعضها. بتحسي من شكله أنه هو عنده شيء غريب. بتلاقي اللباس تبعه كتير مبهج، ألوان فاقعة، النساء تلاقي حاطين ميك أب بشكل كبير كتير، بينغمس بنشاطات الحقيقة قد تؤدي إلى عواقب سيئة مثل الطيش الجنسي، بيدخل بعلاقات، ممكن يتزوج كذا مرة خلال المرحلة الهوس هذا اللي بيستمر ممكن شهر أو شهرين، بيدخل بمشاريع فاشله كثير، بيدخل اللي حواليه بمشاريع، بيصير بده يعمل مشاريع ضخمه وبيخطط لها والناس بتصدقه وبتجي بتعطيه مصاري، بعد ما تخلص النوبه بينتبهوا لهالموضوع هذا. فهو حاله الحقيقه صعبه، حاله مرضيه صعبه، من الامراض الصعبه بالامراض النفسيه، بنسميها نوبه الهوس. هذا الشرط لحتى يكون في عندنا شيء اسمه اضطراب ثنائي القطب، ولكن هذا المريض ما بيضل دائما بنوبه الهوس. نوبه الهوس اذا ما تعالجت قد تستمر شهرين ثلاثه، بعد منها ممكن يرجع مستقر تماما ما عنده اي شيء. فجاه ممكن يقلب يا لنوبه هوس جديده يا اما لنوبه اكتئاب اللي كلنا بنعرفها، اللي هي غير الحزن، نوبه اكتئاب حقيقيه اللي هي انخفاض مزاج شديد، فقد المتعه بالاشياء، اضطراب بالنوم، اضطراب بالطعام، بطء نفسي حركي او هياج نفسي حركي. بنعرف نحن اعراض الاكتئاب حكينا عليها قبل هيك، بس هو تبدلات الحقيقه بين قطبين، لذلك سموه ثنائي القطب. كان زمان يسموه الهوس الاكتئابي الاسميه القديمه، هلا اسمه ثنائي القطب. في منه شيء بنسميه ثنائي القطب واحد اللي هو فيه هوس واكتئاب، في شيء اسمه ثنائي القطب اثنين اللي اخف شوي، في شيء اسمه نوبه تحت الهوس. الحقيقه نوبه تحت الهوس تختلف بس بكذا شغله، انه نوبه الهوس قد تحتاج دخول مشفى،
قد نوبة الهوس هي من الشدة بتحس انه تأثر على كل أدائه الوظيفي والاجتماعي والدراسي وكل شيء. بنوبة الهوس في خطورة، نوبة تحت الهوس الحقيقة لا ما فيها خطورة كتير، ما بتحتاج دخول مشفى، ما بيوصل للأوهام، أو يعني الأوهام المقصود فيها أنه هو اعتقاد عنده أكيد أنه أنا شخص مهم هنيك، لا عنده نوع من الأفكار ما بتوصل لدرجة شديدة جدا لحتى نسميها أوهام. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي، هل هي الأعراض عنده بتكون مثل ما أنت شرحت بالبداية أنه بحس بعنده حالة من العظمة، ولا ممكن نشوف حالات أخرى هي ثنائي القطب، ولا هيك صرنا عم نحكي بموضوع آخر؟ لا، ثنائي القطب هو هي الحالة، هي الحالة لازم فقط. يكون في شيء اسمه نوبة العظمة 100% اللي هي مو بس عظمة، قلت كذا عرض من الأعراض يعني. هالأعراض لازم يتحقق منها عدة أعراض لحتى نحن نشخص، ما بيكفي عرض واحد، لازم يكون عدة أعراض حتى نقدر نشخص نوبة الهوس. شخصنا نوبة الهوس بنكتب شيء اسمه، نحن عم بحكي طبيا، شيء اسمه ثنائي القطب. الناس كتير هلا ما عم بتفرق بين هالموضوع هذا، نحن هلا بتبدلات المزاج عم تحكي عليها فعلا موجودة كتير بكثرة. طيب شو اللي بيؤدي لهيدا الاضطراب، يعني اذا فينا نقول النفسي او ثنائيه القطب، شو هي الاسباب؟ الاسباب كثيره، ولكن السبب الاساسي اللي نحن كاطباء بنشتغل عليه هو نقص في شيء ماده بالدماغ. هرمون، هذا الهرمون نفسه، الهرمون اللي بسموه هرمون السعاده اللي هو السيروتونين. حتى في برامج كثير اسمها السيروتونين على التلفزيون، سمينا من هالكلمه هيدي. هو الناقل العصبي، هي مقصود مواد كيميائيه موجوده بالدماغ، هي بتحرك لنا كل جسمنا، يعني هي العلاقه مو بس موضوع نفسي، بكل شيء يعني. هيدي المواد الكيميائيه احدها هي السيروتونين، انخفاض او زياده، اكتئاب او هوس. فبالتالي بتتعالج دوائيا لفتره معينه، دوائيا بحاجه لنوبه الهوس الشديده، بحاجه لعلاج دوائي. العلاج الدوائي هو شيء بنسميه مثبتات المزاج. المرضى اذا ما شرحنا لهم كثير بيتفاجئوا، اهل المرضى، نحن الادويه اللي بنستعملها هي مثل ادويه قريبه على ادويه الاختلاج اللي بيستعملوها للنوب الصرعيه او الاختلاج، نفس ادويه اللي بيستعملوها اطباء العصبيه، بس نحن بنستعملهم كشيء اسمه مثبت مزاج. لانه هدول المرضى اللي عندهم ثنائي القطب اذا كانوا هلا بنوبة اكتئاب وعطيناهم مضاد اكتئاب بينتقلوا للقطب الثاني، فنحن بحاجه لشيء اسمه مثبتات مزاج اللي هن ادويه الاختلاج نفسهم، زائد دواء بنسميه الليثيوم مكونه، او ممكن نلجا لاشياء ثانيه في الحالات الشديده، بعض الدول بتلجا لبعض الدول لا، اللي هو جلسات التخليج الكهربائي، هي عبارة عن تحت التخدير العام، مو مثل الأفلام المصرية بورجونا بحط له هيك وبينفض، لا مو لهالدرجة. هذا اللي كان بدي أسألك، هي شيء آمن 100% الحقيقة. تحت التخدير العام هي مدتها ثواني، بيعمل 6 إلى 8 جلسات ل 12 جلسة المريض، وبيتحسن بشكل رائع عليها. في شيء حديث اسمه جلسات مغناطيسية، تنبيه مغناطيسي موجود الحقيقة بس عندنا بالمركز، كمان جيدة بهالموضوع هذا. هاد اللي كان بدي اسألك عنه دكتور، الصورة النمطية اللي لعبت بأذهان المجتمع بشكل عام، ويمكن مجتمعنا العربي مشهور فيها، اللي هي طريقة المعالج النفسي أو الطبيب النفسي، المشفى، الدواء بحد ذاته، إنه المريض لازم ياخذوه مربوط وبيفوت مشفى المجانين وبيكهربوه، بيعطوه أدوية بالغصب وما إلى ذلك. حتى بالحالات اللي هي ما بتوصل للمشافي بيقولوا المريض ما بيرضى يتجاوب، المريض بيخبي الدواء، ما بياخذ ولا الدواء بيزته، فبالتالي ما بيتعالج. هي الحالة لأي درجة عم تشوفها لساتها بمجتمعنا موجودة؟ هل عم بيكون في حالات فعلا شخص عم بحس، أو بالعلم يعني الإنسان المريض اللي عم بحس باضطرابات سلوكية، هل هو قادر عنده محاكمة يروح لعند طبيب، ولا لا هي مهمة المحيط؟ في بعض الحالات من نوبة الهوس الشديدة ما بيكون عنده المحاكمة الكافية حتى يروح لعند الطبيب، ولكن أهله اللي حواليه. الحقيقة الفكرة جاي من الإعلام، يعني بتذكر انا لما كنا عم ندرس في ابن سينا اجوا عم بيصوروا فيلم، فصاروا يزتوا حالهم ممثلين فوق السيارات ويعملوا حركات غريبه، فكان قاعدين المرضى ليس جنبي. الاعلام مشان ما نظلم الاعلام، بالنهايه نفس الشيء. لا الدراما الدراما والسينما الحقيقه عم نوضح، والله عم نوضح دائما الدراما. اوكي تمام. فالحقيقه كان مظلومين نحن الاعلام، اي شيء بيصير الاعلام هو السبب. فكانوا جمنا المرضى صاروا يقولوا لي دكتور هدول مجانين شيء. يعني الفكره الحقيقه السائده كثير صعبه، صورة دراما لعبت فيها، خلينا دراما هي استعملتها مزبوط. عبي كثير كان لها دور بهالموضوع هذا. نحن الازمه بسوريا وباي دوله صار فيها ازمه او حروب، الحقيقه كل شيء ممكن يتراجع الا الموضوع النفسي بيطلع، لان بصير حاجه له كبيره، فبتبدا الخدمات تكبر بشكل كبير. الحمد لله الخدمات بسوريا متوفره صارت بشكل كبير.
يعني المرض النفسي بالنهايه يعني الناس لازم تعرف انه هو مثل اي مرض ثاني، يعني خاصه المريض النفسي. يعني ما في مشكله اذا انا عندي مرض نفسي مزمن. هلا مو كل الامراض النفسيه مزمنه طبعا، اكثر الامراض بتتعالج. حتى الذهاب للطبيب النفسي يعني بالعكس هذا شيء طبيعي اليوم، تمام، بس مثله مثل مراجعه عندك دكتور الاسنان، مثله مثل مراجعه التحاليل العامه اللي مش مريض الانسولين بياخذ ابر انسولين طول عمره، ليش مريض الفصام نحن بنستغرب اذا اخذ ادويه مثلا لفتره من العمر، ادويتنا ما بتساوي ادمان. الفكره السائده اول سؤال بيسالوني اياه وقت بكتب الدواء بيساوي ادمان. الحقيقه اكثر اللي بيجوا عندهم ادمان من اطباء ثانيين بيجوا لعنا، صحيح، يعني المسكنات عم تتاخذ من اشياء ثانيه مو من عنا يعني. طب اليوم يمكن دكتور بسبب الظروف اللي مرت علينا وعشر سنوات من الحرب، ظروف صعبه، دائما عم نشوف يمكن المزاجيه ان كان بعيدا عن ثنائيه القطب، كثير من الناس يمكن ضغوطات نفسيه كثير كبيره، عندها مزاجيه عاليه، عم نشوف نوعا ما طاقه سلبيه بالمحيط، اي حدا ممكن بتقول له كيفك بيقول لك ما انا منيح، بتلاقي الثاني عم يقول له لا انا اليوم كله عم يشوف مين اليوم هو تعبان اكثر من الثاني. نفسيا اليوم يعني لأي حدا عم يتابعنا، لأنه فعلا نكون مرتاحة نفسيا بعيدا عن الظروف الأخرى، يعني ما فيك تفصل، بس بعض الأسس النفسية اللي فيني أنا أتبعها لأنه أنا بالأخير ضمن عائلة ومحيط إلي آثار رح تكون على هي العائلة. هلا أنا برأيي أن أكثر الأشخاص هلا بحاجة لتنظيم جدول حياتهم اليومي، لازم يحطوا فترات راحة على الأقل نص ساعة أو ساعة. اللي بيقولوا لي عم نشتغل فينا نحط نص ساعة أو ساعة تكون لأنا لهواياتنا للأشياء اللي بنحبها، نحاول نلعب رياضة. الرياضة كتير أثبتت فعالية، أو المشي 45 دقيقة ثلاث مرات بالأسبوع برفقة أحد، ما نحكي عن مرض ولا عن مشاكل، نمشي ونحكي عن ذكريات حلوة بطفولتنا. كتير مهم هالموضوع هذا، بيساعدنا كتير بحل هالقصص هذه. نكون جنبنا شخص بنوثق فيه بنقدر نحكي له. وبرجع بقول لك نحن هلا تطور كثير شغلات، يعني الحقيقه الامم المتحده، برنامج الامم المتحده الانمائي سوى برنامج كثير مهم اسمه فضفضه، الحقيقه اخذ صدى كبير هلا. بتسجلي فيه برابط وفي اخصائيين بكل، يعني في طبيب نفسي واخصائيين نفسيين واخصائيين اجتماعيين واسريين ونطق، كلهم موجودين بهالبرنامج هذا، بيجيبوا من جابعة يعني بيردوا على تليفونك وبيحولوك للجهة المختصة، بتعمل لك 10 ل 12 جلسة مجاني كله على حسابهم. كثير عم بيعطي نتائج حلوة، عم نلاقي انه الناس عم تستفيد منه كثير. لازم تتطور كثير هالقصص هذه، لأن نحن بحاجة لأشخاص يستمعوا لنا. هلا أحيانا نحن الاستماع من الأشخاص اللي حوالينا بيكون استماع غير فعال، يعني لسه ما بينهي حديثه، الشخص بيكون عم بيعطوه نصائح، والله انزعلي أنا وزوجي يطلقي، طيب بترجعي بتفكري هيك بتلاقي إنه هي مطلقة زوجها مثلا، فباللا شعور تبعها هذا جوابها. بس الحقيقة لا، نحن بالاستماع الفعال وطريقة، نحن ما بنعطي نصائح، يعني المعالجين والأطباء النفسيين ما وظيفتهم يعطوا نصيحة، وظيفتهم هي يرتبوا أفكار الشخص اللي قدامه، حلوا المشكلة معه، لا يرتبوا أفكاره. يعني نحن إذا الشخص حكى لنا شغلة ورجعنا عدنا له نفس الحكي بتلاقيه صفن شوي، بتذكر أنه نسي بعض الشغلات، بيرجع بيظبطها وبيبدأ يلاقي الحلول لحاله. هذا يفضل هالموضوع هذا بهالطريقة هاي. طيب دكتور بدي أسألك، بنسمع بيقولوا مثلا أنه إذا شخص بالعائلة بيعاني من اضطراب سلوكي أو اضطراب نفسي، فمعناها بده ينتقل هذا الشيء بالعائلة أو بده يصير وراثي، هل الاضطراب السلوكي أو النفسي له علاقة بالجينات بالوراثة؟ هل هالحكي مزبوط؟ لا، الاضطراب النفسي ما له علاقة انتقال على جينات معينة، ما في أي إثبات علمي على هالموضوع هذا، حتى الأمراض الصعبة مثل الفصام، ولكن هو يكسر في بعض العائلات الهشاشة النفسية، يكسر في بعض العائلات، يعني هي نسب، يعني مثلا بيقولوا أنه إذا تزوج مريض فصامي من مريضة فصامية ممكن النسبة تكون 50 أو 40% النسبة أنه يجي أطفال عندهم، بس ممكن ما يجي، يعني ما له قاعدة. فلا، ما يخافوا من الشيء هذا أبداً، هو مو وراثي أبداً. بيجوز أني عم يحكوا على الاضطرابات اللي لها علاقة بالمورثات، مثل اضطرابات التراجع الفكري اللي زواج الأقارب أو القصص هذه، بس غير هيك لا، ما في، لا يخافوا. في شيء اسمه اضطراب مشارك، أكيد إذا اثنين حطيتيهم بأمراض صعبة، عم بحكي إذا حطيتيهم بغرفة واحدة لفترات طويلة أكيد هنين بيصيروا قريبين على بعض، بس تفصليهم بيرجع بيبان المريض وبيبان الشخص اللي ما عنده مشكله. بس باضطراب ثنائي القطب بتمنى يعني انه ما ياخذوها بالطريقه اللي حكيناها نحن. التشخيص ما هو سهل، حتى الاطباء بحاجه لوقت ليشخصوا، فما يستعجلوا هلا يسمعوا كلامنا ويروحوا يشخصوا اضطراب ثنائي القطب عند مرته ولا عند معلومات لنساعدهم. تمام، نحن مو هيك الموضوع، ولكن نحن عم نفتح الضوء على الشيء
موجود بالنهاية، نسبته موجودة، في انتشار كبير، يعني في نسبة نص لواحد بالمية تقريبا. فنحن بس عم نسلط الضوء عليه لحتى ينتبهوا ويتوجهوا للطبيب النفسي. بجوز يقولوا موضوع المادي، الحقيقة الأطباء النفسيين هلأ موجودين بكثير من المنظمات الحقيقة، إن كان هلال أحمر ولا جمعية تنظيم الأسرة ولا جمعية الندى ولا الأمانة السورية للتنمية اللي بتشرف أنه أكون أنا من ضمن فريقها يعني. فموجودين الحقيقة على كل أنحاء، وطبعاً كوبا دائرة العلاقات المسكونية كمان في عندها فروع بكل مكان. فالحقيقة في كتير كتير موجود صار وبشكل مجاني. أكيد بشكل مجاني، ومو عيب الواحد يتوجه للطبيب النفسي، بالعكس هذا شيء مريح وبشكل إيجابي بيأثر على حياتنا النفسية. نتشكرك دكتور على وجودك معنا، شكراً كتير لك. أهلا وسهلا فيكم يا هلا، شكراً لك دكتور.